مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده مع بوكس تو بوكس. الاحداث بتتلاحق دايما في الكره المصريه، ودايما بتلاقي عندك كل يوم يعني حزمه موضوعات واخبار تتكلم فيها وتحلل فيها، وبتبقى موضوعات جديده وملتهبه جدا وسخنه جدا. عندنا المنتخب واستعداداته، عندنا الاهلي ومباراه المريخ السوداني اللي جايه، وعندنا الزمالك اللي فرض نفسه النهارده على الاحداث. يعني بنيجي نتكلم على الزمالك، مش احنا على فكره اللي فرضين قصته خالص. يعني الزمالك من خلال ادارته هو اللي اعلن انه يوم الخميس في الساعه من 12:00 ظهرا الى الساعه 2:00 بعد الظهر هو الموعد الحاسم للاعبين اللي بتنتهي عقودهم بنهايه هذا الموسم. والزمالك نفسه برضه اللي اعلن في اخر 5-6 ايام او اخر 3-4 ايام ان اللاعب اللي مش هيجي في هذا التوقيت لن يجدد عقده وسيكشف امام الجمهور. وبالتالي كل الناس النهارده اول ما دقت الساعه 12 كل الناس حولت على المواقع وعلى القنوات التلفزيونيه وعلى كل حته ممكن تنقل لهم الخبر عشان يعرفوا مين من لاعبي الزمالك راح. فضلنا قاعدين لساعه 12، بقت 12 وربع، بقت 12 ونص، بقت 1 الا ربع، بقت 1، بقت 1 وربع، بقت 1 ونص. قلنا اكيد في النص ساعه دي بقى هنلاقي اللعيبه جايه ورا بعض بينهاجوا وبيجروا عرقانين وبتاع. بقت 2 الا ربع، 2 الا 10، 2 الا 5، 2 الا 4، 2 الا 2، 2 الا دقيقة، 10-2. مين يا جماعه راح؟ قالوا حازم امام بس. قالوا بس. طب هو حازم امام كان مستني يبقى في ميعاد حاسم عشان يرتجف ويجري يروح النادي ويجدد. كلنا عارفين ان حازم امام بقاله قرن بيقول انا مستعد امضي عربيات، هو اساسا لم يستدعى اصلا، ده اصلا محدش اتكلم معاه، محدش اصلا اتفاوض معاه. فقصه ان حازم امام يروح ده مش حدث يعني، انما الحدث في الثلاثي اللي الناس منتظر هيجدد ولا لا، على راسهم من وجهه نظر طارق حامد، بن شرقي، ابو جبل. ده الترتيب الفني ليه؟ طارق حامد عمود فقري نادي الزمالك وظهر جدا في الفتره الاخيره ان الزمالك ناقصه طارق حامد. يعني تقعد تتفرج على الزمالك كده في اي مباراه تقول له هو الزمالك عامل كده ليه؟ يقول لك اصل مش موجود طارق حامد، ممكن مش موجود بن شرقي. يعني مؤثر بس يعني مش زي طارق حامد. طارق حامد ما راحش، بن شرقي ما راحش، كمان ابو جبل ما راحش. سيبك بقى من اوناجم ورزاق سيسي، هنتكلم على الكلام ده بعد شويه. تعالوا نشوف الاحداث. طلعت اداره الزمالك وعملت تصريحات وقالت يبقى السبت اخر يوم. هصدقك تاني يعني انت قلت الخميس من 12 ل 2 الميعاد الحاسم، وكل يوم كانت بتطلع اداره الزمالك تقوله بحسم، مش احنا اللي بنقول، لكن من حقنا لما الزمالك يقول يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث ويوم الاربع، اصبح من حقنا ان احنا يوم الخميس ننتظر، لانه الزمالك كان بيتكلم بحسم، وكان بيتكلم انه فوق اي لاعب، وكان بيتكلم ان الزمالك مش هيقف على لاعب، وكان بيتكلم ان الزمالك اللاعب اللي مش هيجي يجدد في الميعاد ده مش هيكمل معانا، هيقعد على الدكه لنهايه الموسم، هنكرمه وهنعمل له تورته وهنديله كمان مستحقات وهيمشي باحلى طريقه في الدنيا، بس مش هيلمسها. الزمالك اللي قال، مش احنا اللي قلنا. يعني الزمالك هو الذي فرض تجديد عقود لاعبيه لوسائل الاعلام، فوسائل الاعلام اصبح لازم تتابع عشان تنقل للجمهور الزملكاوي العريض. فالجمهور الزملكاوي العريض انا هقول له الكواليس، كالوس كالوس، يعني كل لعيب له كالوس فمجموعهم كواليس يعني. طارق حامد، بصوا عشان انا بقول هقول لكم الحقيقه حتى لو هتضايقكم شويه، طارق حامد مش مصاب الاصابه اللي تقعده 3 شهور ولا 2 شهر ونص ما بيلعبش. الاصابه مش كده يعني، مش بالعنف ده، لكن هو متضايق. ليه متضايق؟ حاسس ان هو راجل مؤثر، كمان الخبطه جات له بعد خبطه المنتخب، فهو كان متضايق جدا اصلا من قصه المنتخب واستبعاده من خلال كارلوس كيروش، وما راحش كاس الامم، فمش ملهي في حاجه. كمان التجديد محدش قعد معاه، محدش حسسه بقيمته، محدش حسسه ان الزمالك محتاجه جدا، محدش قال له تعالى انجز خلص يلا. فالراجل حاسس انه مفيش خطوات جاده، كان ليه طلبات محدش اتكلم معاه فيها ولا نفذها له. طارق حامد عشان اقول لكم بس الخط اللي هو ماشي فيه، ما كانش مصاب الاصابه اللي تقعده 2 شهر ونص. مع كامل احترامي لطارق حامد، من احسن اللاعبين في الزمالك اللي انا بحبهم، وبشوف ان هو نموذج للاعيب المهم في اي فريق والمجتهد جدا، واللي تقدر تقول انه نموذجي في
حياته الشخصيه وفي حياته الفنيه. نموذجي يعني ايه؟ يعني راجل ملتزم جدا، بينام بدري وبياكل كويس ومركز، وفي حياته حتى الفنيه بيجيب راجل بيجيب مدربين من بره ويتمرنوا معاه ويروحوا الجيم ويعمل يجيب مدرب احمال ويتمرن لوحده، حتى لما كيروش الناس قالت انه مش عايزه عشان خاطر ما بيلعبش لقدام ودايما بيقطع بس الكوره لكن ما بيبنيش هجمه، فبدا يتمرن حتى مع ناس على القصه دي، وراجل بيطور نفسه كويس جدا وده يحسب له، مش اي حد يعمل كده. وبتمرن في اليوم مرتين وثلاثة واربعة، ولو يوم اجازة يروح يتمرن، واحسن حد في الزمالك يعشق التمرين. حلو. لكن طارق حامد هيجدد بثلاث حاجات لو حصلت، يعني مفترض في قاعدة النهاردة بعد شوية يمكن دلوقتي، هو محدد ثلاث حاجات الزمالك هينفذهم هيجدد، مش هينفذهم مش هيجدد، لانه مخلص اتفاق مع اتحاد جدة. وقلت لكم من كام يوم، وعلى فكرة قلت لكم على قصة ابو جبل ثم كشفت بعد كده، قلت لكم على قصة العرض من اياكس اللي جه لاحمد فتوح ثم نشرت بعد كده المواقع والسوشيال ميديا عن اياكس اللي جاي لاحمد فتوح، واحمد فتوح طلب من اياكس او الناس اللي بتكلموا على اياكس الشركه اللي بتكلموا انها تروح لنادي الزمالك، وان هو هيمشي من خلال نادي الزمالك وكل الكلام ده. فانا بقول لكم بصوا الحقيقه واضحه جدا حتى لو هتضايقك شويه، لكن هي دي الحقيقه اللي لازم نقولها عشان كمان الزمالك يتعامل معاه، لان احنا يهمنا الزمالك على فكره، واحنا بنتكلم يهمنا الزمالك يحتفظ بلاعبيه، لانه في الاخر اي نادي كبير ليه قوام رئيسي، هو صعب انك تمشي القوام الرئيسي وتجيب قوام تاني رئيسي على ما ينسجم ويخش التشكيله واللعبة تلعب مع بعض، محتاج وقت. يعني مش هنبقى مبسوطين لو الزمالك جاب 12 حتى لو نجوم مع بدايه الموسم، لا احنا عايزين يحافظ على قوام الرئيس. ايه قوام الاساسي؟ ابو جبل وبن شرقي وطارق حامد وزيزو وشيكابالا واوباما وفتوح والونشو، دي القوام الرئيسي للفرق، وحازم وعبد الشافي، مش ده القوام الرئيسي؟ احنا عايزين الزمالك يحافظ على القوام الرئيسي عشان يفضل الزمالك قوي. لكن طارق حامد محدد ثلاث شروط ومش هتنازل عنها، شخصيه طارق كده. طارق هتقول عليه مادي قوي، هو مش مادي قوي، لكن هو عارف في حاجتين هيركز فيهم بسبب الحاجتين دول. اول حاجه انه سنه بيكبر، 33 سنه وشويه، داخل في ال 34، فده ممكن يكون اخر تعاقد له في حياته، لان كمان المركز اللي بيلعب فيه طارق كهاف ديفندر رقم 6 ده اللي رايح جاي يغطي الباك ده لما يطير، يغطي الباك ليفت لما يطير، لما يرد يغطي على السيرد باكات ورا، لما يطلع يزيد لقدام، فواكل الملعب كله رايح جاي، فمحتاج لياقه بدنيه عاليه جدا ومحتاج قوه عاليه جدا، واللعيب ده اللي في المكان ده بيلتحم وبيضغط، فمحتاج صفات بدنيه قويه جدا. وانت داخل في 34 سنه، فانت يعني لغايه 36 37 وبعد كده خلاص، ده طبيعي، ده طبيعه الحياه، يعني نجوم العالم كلها في المكان ده بتبطل كده. فهو ده اول سبب، عارف انه تاني سبب ان عنده عرض قوي جدا من اتحاد جده وعايزينه جدا ومأمنه جدا، لكن هو عشان محترم وبيحب الزمالك بجد، طارق حامد بيحب الزمالك بجد، مش يعني بيبص لمصلحته بس، فهو ادى الزمالك قال لهم انا هذا التعاقد انا متفق عليه بنسبه 1000000%، بس هتدوني مهله لغايه نهايه ابريل، وبكرر تاني الكلام ده قلته قبل كده، لغايه نهايه ابريل الباب مفتوح للزمالك، اذا وصلت للاتفاق اللي انا عايزه مع الزمالك انا بعتذر جدا لحضراتكم ومش هقدر اكمل هذا الاتفاق. اذا ما وصلتش لاتفاق مع الزمالك حتى نهايه ابريل انا من 1/5 مع اتحاد جد. حلو؟ وده يحسب لي الراجل، هو اي حد بيخش شغل بيحط بلان 1 وبلان 2، بلان 1 انه يلعب في الزمالك، بلان 2 لو ما لعبش في الزمالك طب ما خدش اللي هو عايزه في الزمالك يعمل ايه؟ مش يقعد في البيت. ومش عايز يروح مثلا الاسماعيلي، ولا عايز يروح الاهلي، ولا عايز يروح المصري، ولا عايز يروح بيراميدز، ولا عايز يروح حته، وعايز يروح لنادي خلاص في الخليج، ويبقى ختم حياته الكرويه داخل مصر جوه نادي الزمالك، اللي هو الحقيقه اجاد فيه جدا السنين اللي لعبها مع نادي الزمالك من 2014 لغايه النهارده، لدرجه انك تشعر طارق حامد من الابناء المؤصلين في نادي الزمالك بل من ناشئين الزمالك، وهو مش كده، قايله من سموحه. انما ادى عطاء كبير جدا. فهو ثلاث حاجات، اول حاجه هو اللي 9 مليون جنيه متاخرات عايزهم كاش. وقال لك انتوا عملتوا مع بن شرقي كده، اديتوا له 12 مليون جنيه كاش. فانا اخد 9 مليون جنيه بتوعي كاش. ده اول حاجه، تاني حاجه تجهزي لي مقدم العقد الجديد. يعني اتفقنا على اكس. مرتب اخد المقدم بتاعه. حسب ما نتفق على المقدم، اتفقنا 25% مقدم. تشوف الاكس ده هيبقى كامل 25% او 50% زي ما نتفق على المقدم يضاف لل 9 مليون. نمره 3 قال لك انا اخد عقد زي اعلى لعيب في الفرقه. ياه قال لك اه، يعني زيك زي اشرف بن شرقي؟ قال لك ولي لا. اذا تنازل طارق حامد، اذا تنازل يعني يبقى اقل من اشرف بن شرقي شويه، يعني انتوا عارضين على اشرف بن شرقي كام؟ 1,800,000 دولار؟ يعني كام دول؟
حوالي مثلا 25 مليون جنيه انا كده اذا نزلت ل 20 ماشي، يعني ممكن انزل شويه، لكن انا لا يمكن اخد اقل من اي حد في فريق نادي الزمالك، لان مكانتي وقيمتي جوه الفريق لا تقل عن اي حد. ممكن الزمالك حصل تاثر في مستواه بغياب طارق حامد، لكن لو غاب اشرف بن شرقي لاي سبب في لعيبه ممكن تسد في المكان ده، ممكن يسد رزاق سيسي، ممكن يسد يلعب في الحته دي، ممكن يروح زيزو يلعب شيكابالا، يعني الزمالك يقدر يتصرف في الحته دي، لكن ما يقدرش يتصرف في قلب نص الملعب لغايه النهارده. من وقت ما طارق حامد اختفى للنهارده، لو قلت لك مين الاثنين اللي في نص الملعب الهاف ديفندرز بتوع الزمالك مش هتعرف تقول، مره هتقول لي لعب برو او واوباما، مره لعب برو او وزيزو، مره لعب باوباما وامام عاشور، مره لعب بامام عاشور وزيزو، مره لعب، مفيش يعني حد قدر يملى الحته بتاعه طارق حامد دي.